ردت علي بهي الطريقة؟ شو عملنا لها؟ خلص شو بدك فيها؟ اتركيها بهالما، امشي معي، امشي نقعد بالمطبخ. ماشي. لك آه. الله، لك شو بك؟ ما بعرف، وين نروح على المطبخ؟ استني 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 استني، هات تليفون إلي، أكيد هي شركة كروما ولا توقع العقد معي. ألو؟ أيوه. نعم؟ مين عم يحكي؟ لا غلط يا أخي، هذا بيت مو ملحمة. ايه أكيد متأكدة. شو بيعرفني؟ شو غليظ. سميحة شو بكي؟ ما فيني شي. شلون ما فيكي شي؟ تركيني لحالي شوي. مثل ما بدك. بعد هيك ولا اللي ولا يا قلبي وانت خليل بس. سميحة ما عجبني وضع بنوب. خير ان شاء الله، ليش شبها؟ لك ما فيها شي، بس يعني حاسستها عصبية وهيك متغيرة. بتعرفي؟ انا لاحظت عليها هيك الى فترة، ما انا ظابطة يعني، في انا بالموضوع بس ما بعرف شو. يمكن انا بعرف مشكلتها. هزار انتي بدك تضلي هيك لابسه نظارات؟ ليش مو حلوين نونو؟ حلوين بس يعني مو منطقي ابدا تلبسيه بالبيت. حذري من وين هدول النظارات وهديه من مين؟ حدا بعرفه؟ لا يا ستي ما بتعرفي. اذا ما بعرفه كيف بدي احذر لك؟ والله من مين؟ يا ستي رح اقول لك، هدول النظارات هدية من السيد مسرور بجلالة قدره وقيمته، خطيب رامي المقنشع. هلا بتكون اجته الجلطة لأنه هدانياهم. ليش بقى اجته الجلطة؟ يا ستي التقيت فيه عند رامي بالصدفة، كان جاي وهو لابسهم، يمكن شاريهم جديد طاير عقله فيهم، ما شرحهم يعني. قمت صرت اقول له يا الله شو حلوين، يا الله شو لابقين لك، ما معقول شو اكابر، قديه سعرهم، منين جايبهم؟ عن جد يعني كثير زراف، هدول اخر موضه، هيك يعني احكي احكي احكي. قام اخر شيء اضطر، اعيد واكرر، اضطر وقال للكلمه، مقدمين مقدمين يا هالزوره. ايه وانت اخذتيهم؟ لك طبعا اخذتهم، مو شايفتيهم؟ من لك هالذكاء انت. بتعرفي انا لازم امشي، يلا باي. لك لوين؟ عدي لسه هلا قعدنا. آه. شو ها؟ الزورة شبك؟ كأنه زايدة عندك الدوخة؟ لك ما تركتي حيط يعطب عليكي، شبك؟ كله ما بعرف يا نونو، عم تجيني هيك دوخة خفيفة غريب يعني،
يا لطيف تقولي مو طالعه من عينه هالنضاره، يخرب بيته شو منشح صافقني عين كانه. بتعرفي نونو عم فكر اني بدله، شو رايك؟ بتكوني عملتي زينه العقل، بدليها بس بنسواني الله يوفقك. نسواني؟ اي طبعا. لك على اساس انت بتعرفي بين نسواني ورجالي. يلا باي باي. الو اهلين وائل. وائل الله يخليك، ما بدي اعيد وافتق بالحكي، لهون لا عاد تدق، كل شيء بيناتنا انتهى خلاص يا حبيبي خلاص. وائل فهم علي، وائل لا تخليني اعصي، الله معك. شو بكم ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ يا سموحة يا حبيبتي ما علي، هاي هي حال الدنيا يعني، هو صعب هذا الشيء بس الواحد لازم يتأقلم شوي مع الوضع، لازم تتعودي. المشكلة مو فيني أنا، بقدر أتأقلم. شو قصدك؟ إذا مشاننا نحنا فنتأقلم يعني، هي صعبة شوي بس عادي، سنة الدنيا عادي. مين قالكم إني عم فكر فيكم؟ بعرف إنه ما بتفرق معكم بس المشكلة عند أهلي. شو قصدك؟ هلا اهلك بيحبوها بيسالوا عن لبنى اكثر مننا؟ قديش انك بتتصل لهم؟ بعمرها بحياتها قالت لك هاتي لبنى لاحكي معها؟ شو عدا ما بدا؟ ليه؟ شو دخل لبنى بالموضوع؟ ولك كيف شو دخل لبنى بالموضوع؟ ليش مو انت متضايقه من شان سفرتها؟ طمنيني، حكيت معك رغد؟ لسه ما حكيت. ليش شو بدك تحكي؟ ليش رغد بتعرفها للبنى؟ لك لسه بتقلي لبنى؟ ايه لا لهون وبس، عن جد انا ما عاد افهم شيء، حاسه حالي صرت مثل الاطرش بالزفه، لك شو في فهمونا؟ اليوم تطلع نتيجه اخر ماده لسميحه، واذا ما نجحت ما بتترفع السنه كمان. ليش انت امتى قدمتي امتحانات؟ بعمري بحياتي ما شفتك عم تدرسي. ما بدك تقعدي بالبيت لحتى تشوفيني عم بدرس؟ شو ست ميديا؟ راحت لبنى صرتي بدك تستلميني الي يعني؟ طب ليش حضرتك ما نزلتي على الكليه وشفتي نتيجتك بعيونك؟ مو احسن مانك قاعده هيك حاطه الحزن بالجرن وعلى اعصابك؟ اي كل ما بنزل على الجامعة وبشوف المادة تبعيتي بطلع رسبانة فيها. اي ما بدي انزل، خايفة كتير. ما بين حدا يرد على التليفون، انا ما بدي رد. الو انت ما بدك تفهم يعني؟ قلتلك لهون لعد. حبيبي فهمها، كل شي بيناتنا انتهى. الو ايه راميا؟ اسمعي هدول غاشينه لخطيبك بالنظارات. لك ايه مثل ما عم اقول لك غاشينه. خلص انت لك اسمعيني شوي، انت جيبي لي اسم المحل واسم الشارع. ايه خلص اتصلي بخطيبك وشوفي لي اسم المحل واسم الشارع ماشي، وانا بتصرف. ايه العمص لك وين راحت هي؟ كني ما بتطز. واخ 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 واخ. هاي مرة إذا بدك تعمل رامبو أو روميو لزت حالك إلا على الإسناد العدوي، مو بهالشارع الفاضي وقدام سيارتي. يعني إذا دعست إلا ما بتمشي 40. عم تعمل مراجل قدامنا؟ شو هالعالم هاي؟ لك يخبط يارك اطفي نارك. لا مو عجبه الافندي، كان بده يروحك تحت دويليبو بسواته المتهوره الرعناء وتصير شقف وراس عصفور. العمى ما فيه ناموس، ما فيه اخلاق، فوق ما انقذناكي ان شاء الله ما صار لك شيء. ما بعرف سامي. لا منيح الحمد لله الموبايل صار سليم ما صار له شيء. العمى لو صار له شيء كنت ارفع عليك دعوه واحبسك فيها. الله لهلا ما حكوا مع شركة كروما، معقول يغيروا رأيهم؟
شو ما اتصلت رغد؟ لسه ما اتصلت. ايه على الاغلب معناتها ما نزلوا العلامات. حتى لو ما نزلوا كان بدق بتقلي ما نزلوا. طيب دقي انت، معقول تقضي نهار هيك؟ ما بدي دق، بخاف اذا دقيت. استني استني ولا اقول لك ردي انت، بخاف. اكيد هي شركة كروما. الو اهلين وائل. لا ما لها موجوده. عم اقول لك عن جد ما لها موجوده، نزلت على السوبر ماركت تجيب اغراض للبيت. لك ليش اكذب عليك؟ باي. ليش ما حدا عم يصدقني اليوم؟ شرف، هدول النظارات اخذينهم من عندكم، طلعوا خربانين، تصرف. شرك، شو مشكلتهم بالضبط؟ شو مشكلتهم؟ بس عم حطهم عم تزوغ عيوني، ما بعرف شو عم يصير لي، بعدين حطيتهم فترة طويلة عم دوخ واصلت من طولي بنص الشارع. عفوا مدام، هدول إليك؟ لأنه أنا ما بتذكر إنه حضرتك إجيتي لعندي واشتريتي شيء. أولاً أنا آنسة ماني مدام، وثانياً هدول إجوني من شخص كتير عزيز علي. مو أنا. طيب ما في مشكلة. عفوا مدام، إذا عفواً آنسة، إذا بتحبي بفحص لك عيونك، يمكن هدول ما ناسبوكي. شو تفحص لعيوني؟ دق على الخشب، عيوني مثل الفلة ما فيهم شيء. يا اللهم صلي على النبي. هلا اسمعيني يا اختي منيح، هدول نظارات طبية شمسية، يعني ما بيجوز انك تلبسيهم اذا عيونك ما فيهم شيء. ايه والعمل هلا ايش نساوي يعني؟ ما بعرف، بس اذا بتحبوا بورجيكم تشكيلة النظارات الشمسية اللي اجتني جديد. ايه ورجينا، حتبدلهم ما؟ عفوا انسي، يعني انا ما عندي شيء اسمه تبديل، وخصوصا انه نظاراتك مكسورين. شو مكسورين؟ ادري لك دبرها لحاي، دبرها. ايش بك انت الرخري؟ عم اقول لك النظاره ما مناسبه، وعم بوجعوا عيونها وقت عم تحطها على عيونها، تكبها يعني؟ بترضاها انت؟ بدك لتواخذني، بعتذر، تفضلي. لحاي اسمع لقلك، كلمتين ورد غطاهم. انا من هون ماني متزحزحه لاخذ بدال النظارات، وشغله كثير مفيده لإلي، ماشي؟ وهي قاعده. وانا والله مضطر ابرك معها لانه بدي اوصلها بعدين. اللهم صل على النبي. فضائل الله والنبي. ايش هاد طاليون هدول؟ طاليون خلص. حابه اسالك مشان موعد اخر سفره على موسكو. ذهاب وياه. وشو اخبار؟ ما بعرف لسه، ما حسمت امري. بدي اشوف بيكون في ضغط على الطياره من فتره من السنه ولا لا. ليلى هذا انت؟ عن اذنك استاذ، شو ما بدك تسلمي؟ لا هي ولو اكيد، بس سوري تفاجأت بصراحة. شايفة انك بتضلي بحاجتي وبدوني ما بتقدري تساوي شيء؟ لا انت غلطان، انا ماني بحاجتك وماني بحاجة اي حدا. الله يوفقك تركني بحالي. نور اسمعيني، انا لازم احكي معك. وائل ما عم بتشوف انه دائما عم نوصل لطريق مسدود؟ والله هالمرة مو مسدود، صدقيني رح نوصل لأوتستراد عريض ومزفت جديد، بس ما تخلي سوء تفاهم سخيف مثل هاد يخرب اللي بيني وبينك. تفضل احكي. هون خلينا نقعد بشي محل رايق ونحكي على رواق. ليك يا احكي هون يا اما خليني اروح بحالي. صدقيني يا نور، انا كل شيء عم ساويه مشان ما اخرب اللي بيني وبينك، يعني حتى سامو كان وعم بتدلعها كمان. قصدي سمر، يعني كانت عم تقنع امي مشان تقبل فيكي. لك لا لا، ما قصدي انه تقبل فيكي، قصدي انه توافق على جوازتنا. وائل ما عم تحس حالك عم تنتمي لهالمحل؟ انو مكان؟ ما فهمت عليكي. طلع حولك، هذا المكان فيه مماسح، يعني بتمنى تكون فهمت شو قصدي. هلا
ما دخلكم؟ لا لا والله عم تسلى. ما في شيء مطعم قريب تدق له على التليفون يجيب لنا ساندويتش في دافاليري؟ في بس انا برايي انه تاخذ معك المدام عفوا الانسه رغم انه شكلك مدام تاخذها وتطلع تدور. لا لا بيركين هن بيركين لا شغله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلين شرفي تفضلي. ماشي حالك. بتحبي ورجيكي اخر تشكيله لربيع وصيف 2009؟ ايه هيك قرعينك. صحيح شو مشان انه انتو عم تبيعوا زباينكم نظارات منزوعين وعم ندفع هديك الحسبه ولا بتعتذروا ولا بتبدلوهم؟ لا لا ما في هيك شيء طبعا مدام ما في هيك شيء. لا لا ولو اهلا وسهلا فيك مدام لو سمحتي. يا عيني يا عنسه هدول حلوين ادري. لا حول ولا قوه الا بالله. وي عم نتغدى والله. دقنا تليفون دبلري هدول جيبوا لنا ساندويتش. دايما نلتقى بالصدفه. ليش في شيء بهالدنيا احلى من الصدف؟ مو احلى من التعب والتعتير والتخطيط اللي نادرا ما يجيب نتيجه، خاصه اذا كان التخطيط من طرف واحد وبس. بجوز يكون من الطرفين بس واحد من بيناتهم فجاه هيك زعل واخذ موقف وما كلف خاطره حتى يعرف ليش. خلص ليلى اذا بتريدي ما بدنا نحكي هيك، ما بدنا نرجع للماضي. صراحه انا كثير انبسطت اني شفتك. صحيح ما سالتك شو عم تعملي هون؟ رايحه لشي مطرح؟ لوين؟ راجعة لموسكو لعند أمي. آه قصدك مسافرة لعند أمك. وإمتى راجعة لهون على البلد؟ ما بعرف بجوز ما أرجع. ماشي هاني أنا بدي استأذن منك صار لازم أمشي تأخرت. استني شوي قصدي إمتى فيني شوفك؟ خليها للصدفة. أنت مو بتحب الصدف؟ ليلى إذا طلبت منك تلغي سفرك وتضلي معي وتعيشي معي هون بالشام بتوافقي؟ هاني يا الله يا الله هاني أنت دايماً هيك تطلع فجأة بدك تيجي تقلب لي حياتي بكم كلمة وكمان بدك تختفي فجأة. هاني انت بالنسبة لي مجرد صدفة وانا ما فيني اترك حياتي للصدف. ليلى عن جد ما تحكي هيك. انا لما كنت سافر كان عندي اسبابي وكنت اخذ قرار انه انساكي وما عاد افكر فيكي بحياتي. بس ما بعرف شو صار انا لما شفتك هلا حسيت انه في شيء كتير مهم انا ناقصني بالحياة. ليلى اسمحي لي اقول لك انه انا صرت انسان مضمون. انا صرت انسان مضمون اكثر من اي وقت مضى. انا عن جد عم بحكي ليلى. استاذ هاني تذكرتك على امريكا صارت جاهزه بس اذا ممكن تروح على الصندوق تدفع مشان تستلم. طيب يلا روح استلم تذكرتك. لك حتى الصدفه ما جمعتنا غير بمكتب سفر. باي هاني. مرجيني مرجيني هزا أبو أبو وش قدري بقين لك العيون العيرة. العيون عيرة الله يسامحك الله يخلي لي عيوني. الله يخلي لك عيوني بس مو أحسن من بلا بشرفات لكن قال شو ما بدي يبدل لي النظارات شو فكر حاله مع مين على الان؟ أنا باري وين راي بالعجقة؟ والله ما طلعت قد وقته لكن لا تصورتي شخصيتك قوية وجذابة لهالدرجة. نور نور استني شوي بدي اسألك سؤال وعن جد إذا بتجاوبيني عليه بصراحة بوعدك إنه بعمرك ما عاد تشوفي خلقتي. أنت عن جد ما عاد بدك ياني وأخذتي قرارك؟ ايه يعني ما عاد بدك وائل؟ طيب ليش لساتك لابسه الخاتم؟ طولي بالك نور، لا تتسرعي وتكبي كل شيء بلحظة غضب، وتخلي هيك خلاف سخيف ينهي اللي بيناتنا. ماشي وائل. أنا حأسألك سؤال،
وإذا جاوبتني عليه مثل ما أنا بدي بوعدك إنه أنسى كل شيء وافتح صفحة جديدة. وأنا جاهز. إذا كنت أنا وياك وأمك على سفينة وهي السفينة عليها وزن زايد ولازم واحد منا ينزل والقرار بإيدك، مين بتكب؟ الله يوفقك، جاوبني بصراحة وبدون كذب. يعني بصراحة وبدون ما تزعلي؟ بعرف إنك أنت كتير بتسبحي مزبوط، وأمي يا دوب تفوش حالها وبخاف عليها تغرق. يعني بتكبني إلي؟ بس لو ماني متأكد إنك بتسبحي كتير مزبوط يعني كنت سويت شيء تاني. تفضل. نور شو هالحركات اللي ما طعمي هي؟ شو هالولدنه؟ يعني بدك ياني هلا كون قليل قصر وكبل امي بالبحر، مو هذا الجواب اللي بتسمعيه لحتى تنبسطي يا ست نور؟ لا مو هذا الجواب اللي بتسمعه يا استاذ وائل، الجواب اللي كنت حابه اسمعه انك بتكب حالك وما بتخلي شيء يصير علي انا وامك، يعني على القليل لو كان جاوبت بهالطريقه بعرف انه انا غالي على قلبك مثل امك، فهمت يا استاذ وائل؟ والله ما خطر براسي هالحل. نور شو هالجنان هاد؟ هلا بكل عقلي بدك تسكر لك سنتين مشان سؤال سخيف ما عرف جاوب عليه. سؤال سخيف، سوء تفاهم سخيف، خلاف سخيف، كل شيء بتعلق فيني بالنسبة إلك سخيف سخيف سخيف، بس فهمني على شو بتضل معك؟ لأني بحبك. سمعتيني نور؟ لأني بحبك. سمعتيني نور؟ أنا بحبك. تعرفوا شو أنا بحبك؟ حبيبتي خلص حاجة تبكي، يعني ما صار شيء بتعيديها السنة الجاي. مانك لا أول ولا آخر وحدة بترسب يا سميحة، يعني بعدين خلص شيء وصار. إذا ضليتي عم تبكي من هون لبكرة ما رح تستفادي شيء. أنا ما ببكي لأني رسبت. ما قلت لكم هي زعلانة مشان لبنى؟ لك هلا عم يهزي ثانية لسه بترجع بتقلي لبنى. لكن ليش عم تبكي فهميني؟ لك أنا بدي أفهم، رغد بجوا أحسن مني لحتى هي تنجح وأنا ما أنجحها، فهموني بجوا أحسن مني. ما أنا أحسن منك بشي، بس بتكون هي درست لحتى ترفعت. شو قصديك يعني أنا ما درست؟ لا أسموح حبيبتي بالعكس، أنت درستي وتعبتي، يعني أنا شفتك ما رفعتي راسك من على الكتاب. بس الهيئة هدول الدكاترة هيك متحططين عليكي. شو هالحكي؟ أنت شو عم تحكي؟ شو هاي متحططين عليها الدكاترة؟ متحططين عليها لأن هي بنت حلوة وغنوجة وكربوجة، ويعني بتعرفي الدكاترة بيكرهوا البنات الحلوين. طب ليش ما تحططوا على رغد؟ لولو شو جاب لجاب؟ يعني وين رغد وين سموحة؟ بعدين لا تنسي حبيبتي أكيد أكلتي لك شي عين، هل أدى الحسد بيلعب دوره؟ أي مزبوط، أنا طول عمري بحس إنه رغد بتغار مني وطاقتها سلبية، بتعرفوا؟ بس ايدي زي ما هي نحستني كل السنة، كنت ما لازم خليها هي تروح تشوف العلامة، يمكن لو انا رحت شفت علامتي ما كنت طلعت رسبانة. خلص سموحتي امي رغد من بالك. لك ما عم فكر برغد. لك شبك لكان ليش رجعتي تبكي؟ عم فكر بامي كيف بدي اخبرها انه رسبت. وهي وقعت العقد
حلو كتير بهالسرعة هاي. وإن شاء الله ما عندك أي اعتراض على بند من البنود. لا لا أبداً. لأنه مثل ما بتعرفي الشركة هي رح تختار لك كلمات أغانيك وألحانها وعدد حفلاتك ومكانها وحتى اللوك تبعك الإيميجينيشن الجديد الشركة رح تختاره. يعني أنت ما بيحقلك تتدخلي ولا بتفصيل من التفاصيل هاي. آه ليش هذا مكتوب بالعقد؟ طبعا. وبصراحة خفت تعترضي على البند الجزائي لأنه مليون دولار سو ماتش. بس الشركة مضطرة تضمن حقها بتعرفي. كمان هذا مكتوب بالعقد؟ إن شاء الله ألف ألف مبروك أنسي دادو. آه بالمناسبة شو رأيك بالاسم الجديد دادو؟ دادو؟ وهذا مكتوب بالعقد؟ يلا مهم غني. حتغني حتغني حتشبعي غني. يا الله شو حلو. ومن هلا ورايح ما بتقولي لي ميديا ها بتقولي لي النجمه دادو. دادو هلا ما لقيتي غير اسم دادو. دادو اما حلو الاسم. بتعرفي شو ولي كثير راح اشتاق لك. ليش هيك عم تحكي معي كاني راح اموت؟ انتم مخبيين علي شيء وانا مالي دريانه. اه ليش هيك عم تحكي؟ انت ما فيك شيء مثل القرده. بس انا بصراحه كنت اقول لك بس ليلة. ما بعرف شو. ليلى ليلى هي التذكره لك. ليلى اطلعي فيني هلا انت مسافره. لك لا مو هيك يعني مشوار. شو مشوار؟ يعني ما بكفي انه راحت لبنى وسميحة كمان رايحة وهلا انتي؟ ليش سميحة لوين رايحة؟ ماما عرفت اني رسبت وقاتلت لبي غراضك ورجعي على حلب. يعني انا هلا حضل بس انا وميديا لحالنا؟ يعني فيكي هيك تقولي؟ بعدين ليك بيروت شلفت حجر وكل ما صار لي بنطلع عندك. ما فهمت يعني انتي كمان رايحة؟ شو بدي ساوي يا نور؟ هيك طلعوا كاتبين بالعقد. ميديا قصدي سوبر ستار دادو قدرت تحقق حلم الشهرة يلي طول عمرها كانت عم تحلم فيه. سمعت انها تزوجت مليونير خليجي بعدين صاروا يقولوا انها انخطبت
لرجل أعمال مصري ثري جدا، وشي بيقولوا إنه وقع بغرام منتج سوري. أنا بسمع وبضحك لأني بعرف إنه كل هالحكي إشاعات، مو بعيدة تكون ميديا، قصدي عفوا دادو، هي نفسها اللي عم بتطالع كل هالإشاعات عن حالة مثل العادة. قعدك بالفيرست منك شايفتيني عم بحكي على البطيخ. ولك يخرب بيت قلبك على هالصوت، لك ما عرفتيني؟ لك ربنا لك دخيل عينك، لك اشتقت لك ولا ايه؟ اشتقت لك العافيه. تعي تعي معي بتتظبط؟ لك طبعا بتتظبط. تعي يلا وري لبنى. لساتها عم تشتغل مضيفه طيران، كل يوم بتطير لبلاد جديده وبتتعرف على اشخاص جداد. يعني يلي بشوف لبنى هلا مستحيل يقول إنها هي نفسها لبنى الغشيمة اللي إجت من ضيعة ما بتعرف شي عن الدنيا ولا عن الناس. يمكن كل شي تغير بلبنى، بس يلي ضل على حاله هو طيبتها وشهامتها ومحبتها لرفقاتها. هاي نور، كيفك؟ ايه حبيبتي، الحمد لله على السلامة. وين صرتي؟ ليلى سافرت لعند أمها على موسكو واستقرت هونيك، وبعد ما تركت عروض الأزياء بشكل نهائي قررت ترجع تكمل دراستها. لهيك سجلت بجامعة بلندن لتدرس إدارة أعمال بالمراسلة، وضلت كل فترة والتانية تنزل على الشام. بالنسبة لهاني صدفة تخلت عنه أخيرا، لأنه ما عاد اجتمع هو وليلى بعد آخر مرة التقوا فيه بمكتب السياحة والسفر. وانقطعت أخباره بالمرة، يمكن استقر بأمريكا وما عاد رجع البلد مرة تانية. وسام تزوج خطيبته داليا، بس ما استمروا مع بعض وانفصلوا بعد فترة قصيرة. حاول بعدين يرجع يتصل بليلى بس ما قدر يلاقيها. لما مرة سألت ليلى عنه قالت لي إنه كل حدا فينا عنده نصه التاني بهالعالم، إنسان بيكمله بهالحياة. وهي صارت متأكدة إنه وسام مو هو النص التاني يلي بيكملها. إيه إن شاء الله، إن شاء الله ما تكون غلطانة. بالنسبة إلي أنا وائل فسخنا الخطبة بشكل نهائي. بعد ما تركوا البنات البيت أنا سافرت لعند بابا على دبي، بس ما طولت بقعدتي عنده لأني اكتشفت أني ما بقدر بعد كتير عن الشام. سميحة بعد ما رسبت بالجامعة قضت الصيفية ببيت أهلها بحلب. طبعاً طنط فريدة قررت تعملها إعادة تأهيل، حبستها بالبيت لا طلعة ولا فوتة لحتى تفكر قديش كانت مستهترة وتغير طريقتها بالحياة. ايش عم تساوي ما شاء الله عليكي؟ ايش عم بساوي؟ يعني عم اركز غلط اركز يوم؟ لا مو غلط. هاتي لا شوف تعي، هاتي لا اسمع لك، اذا كنتي حفظاني هاتي يلا تفضلي. نتغدى بالاول بعدين تسمعي لي. لا اول كلمة بدي اسمع لك، إذا كنتي حفظانة بغديكي، وإذا مانك حفظانة تستني للعشاء وانسي وحاجتك جلقة. تفضلي درسي. لك مجلوقة. جريمة مركبة بالمعنى الدقيق، وهي التي تتكون ركنا من الجنانات. لبين ما خلصت الصيفية كانت سميحة نحفانة وقلبي على نصها، وما تحسنت أحوالها
غير لما بلش دوامه بالكلية وتركت بيت أهلها ورجعت عالشام. بس هالمرة بلوك جديد وعقلية جديدة مختلفة تماماً عن سميحة القديمة. لك شو ما كنتي تخلصي الكتاب اللي عم تقريه؟ أهلين غاد، تعرفي؟ هذا الكتاب كتير ممتع، لازم عيلك يا تقري. ولا أقول لك لازم تشتري نسخة وتخليها عندك بالبيت. كيف تتزوجين في 3 أيام؟ هلا هذا هو الكتاب اللي عم تقريه؟ هاتي رغد، ما تشتري فيه بهاي الطريقة، والحق عليك الحق علي، أنا اللي عم بنصحك. استني استني، على سيرة الجواز، رفيقتك مو اليوم بدها تتجوز؟ أيوة أخيرا رح تتجوز الحمد لله، بس أنا لازم صار روح لحقهم على آخر ثانية لأقولي حجز، يعني على تكة شوي كنت ما رح أنزل عالشام. هي يعني طلعتي إيكونومي؟ مو معقول شو مبهدلة هيك طلع، الله يعينك. أوه مون ديو، لا دخيلك كتير يعني فولجير، طلعت بالإيكونومي، اتنفضوا جيابي عبال ما نزلت لهون، ما في غير طالعة نازلة عالشام، طالعة نازلة عالشام، تركيها لربك. إيه شو بدي أعمل؟ أنا عم بدرس، بس التوفيق من عند الله. حاجتك بقى سموحة، سميحة وبعرفك، تكوني مقضيتي لي اياها بالكافيتريات مثل عادة ولو؟ قصيرت الكافيتريات، بحس حالي وانا قاعدة مع طلاب السنة الثانية كأني قاعدة مع اولادي. كثير حلو النيو لوك. شوفوا لي صبايا، مو أحلى عروس بالدنيا كلياتها؟ أوه كراسافليتسا، يا سلام. شفتوا في احلى عروس مني بالدنيا؟ لا 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 مستحيل. حلو فستاني بتجد والله. قولي هدي تغني يا هطير، او هدي تغني يا هطير، او دلوا علينا وجوه الخير، او دلوا علينا وجوه الخير، او هيا دري يا وجه الخير، وعريس يا وش هالخير، او شغله مضويه يا عين، او شغله مضويه يا عين، او نعلين على بتتمشى، او نعلين على بتتمشى، او عروس وعم تتغمى، او الله يخليها لاما، او الله يخليها لاما، او ورده وما حدا شما، عروس الناس اليورا، او عروس الناس اليورا، او حلوة صغيرة وعمورا، ايه والليلة لبس الفرحة، او صبايا من حواليها، او حيسمعونا الزرغوطة، او حيسمعونا الزرغوطة، ايوه وحيسمعونا الزرغوطة، حيسمعونا الزرغوطة، او حيسمعونا الزرغوطة، ايوه حيسمعونا الزرغوطة، او طير وعلي ويا حمام. هزار وقدر يتجوزوا، وكانت حفلة عرسه من أحلى الحفلات اللي حضرتها بحياتي، لأن جمعتنا مع بعض من جديد. Thank you.
بالنسبة إلنا نحن الصبايا اكتشفنا إنه قد ما أخذتنا هالدنيا على دروب مختلفة، ومهما تخانقنا واختلفنا ولو شو ما صار بيناتنا، وحتى لو بيوم من الأيام الحياة بعدتنا عن بعض وافترقنا، مصير الأيام ترجع تجمعنا سوا، أنا ولبنى سميحة ليلى ميديا. لك اطلعوا بسرعة اطلعوا بسرعة، في ثلاث سيارات معجبين عم يلحقوني بالزور دهياتهم. جمعتنا الصدفة وصرناها.